لوشا، انت مركزك الاصلي في الملعب ايه؟ مدافع سرد باك. قلب دفاع يعني. انت مركزك ما تغيرش؟ لا عايز اسالك سؤال، يعني ام بي بدون جمهور، الفرق بين يعني انت حتى في النصر كان في جمهور ولا ما كانش فيه؟ كان بيبقى فيه شويه. كان بيبقى فيه. انا رحت الملعب نادي النصر وعاملين فرده مدرج كبيره بيبقى فيها جمهور. ربما ما فيش العدد ده ولا اقل منه في ام بي. الفرق باحساسك انت ان انت تلعب في نادي جماهيري او نادي غير جماهيري يفرق ايه؟ لا يفرق ان انت عشان دي بتبقى لسه البدايه، فالنادي الجماهيري ممكن يبقى بيعمل عليك ضغط. بيبقى ضغط عليك، لكن النادي اللي مش جماهيري بتقدر برضو ان انت تبقى بتلعب وانت هادي، خلاص تركيزك كله في الكوره، ما يبقاش في حاجه عامله عليك ضغط او اي حاجه، بتبقى تركيزك كله في الكوره. لكن النادي الجماهيري طبعا بيبقى صعب، يعني انت لو لسه لعيب صغير ولو الكوره ما خدمتكش لا بيبقى الموضوع صعب بالنسبه لك. يعني انت شايف ان اللعب النادي غير جماهيري اسهل؟ طبعا. لا بس الجمهور برضو هو الجمهور بيدي طاقه طبعا. وبيدي حافز طبعا كبير، بس طبعاً. بس اللي هو انت بتبقى انت دي لأول ظهور ليك، فبيبقى الموضوع صعب. لكن لو انت يعني متمرس مثلا بقالك سنه عادي الموضوع بالنسبه لي عادي، يعني لو لعبت مثلا في نادي جماهيري عادي بالنسبه لي خلاص. انا عارف ان الكابتن طارق السيد كان مرشح، انت عارف طبعا المعلومه دي اكيد، كان مرشحك للزمالك. كلمك طارق في الموضوع ده، كلمك وعرفت نتيجه حواره ايه مع الزمالك؟ كان ده اخر الموسم اللي فات وانا في النصر لسه، ما كنتش. وانت في النصر. انا عارف. كلمني، هو كان ماسكني في النصر اصلا كابتن طارق السيد. والسنه دي فنشت معاه هداف الدرجه الثانيه. والله. انت كنت هداف الدرجه الثانيه وانت قلب دفاع. يا جبت كام جون؟ جبت فنشت 14 جون يا راجل. كلهم براسك بقى في ضربات ثابته وبتاع؟ في اربعه براسي وفي ثلاثه برجلي. وفي والاغلبيه بقى باللينات. ضربات جزاء. حلو. رشحك للزمالك وبعدين؟ كلم كابتن امير وكان كابتن امير جالي في السنه دي ماتش، يعني بعت حد في ماتشين، ماتش كنا بنلعب بورتو وبتروجيت. كان ماتش بورتو في استاد الكليه الحربيه وبتروجيت في استاد بيتروسبورت. اوكي. فكابتن طارق بعد الماتشات يعني واخر الموسم قال لي يعني الناس بتتكلم كويس، وانا انا 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 دايس في الموضوع وعايزك ترفع راسي، وكان بيكلم معايا انه يعني النقله دي لازم تبقى مختلفه بالنسبه لك، وكان بيتكلم كويس. فجاه الموضوع وقف. فقال لي انا كده برضو ان شاء الله ربنا، انا متاكد ان انت ربنا يكرمك وتلعب دوري ممتاز. وانا كده برضو الناس بتتكلم كويس، بس في مشاكل شويه في النادي هتخلص. والموضوع يخلص ان شاء الله. ممكن يكون كان في اولويات بقى، ان هو يعني مثلا هم يعني ايا كان السبب، لكن في اولويات مثلا بتخلص. دي حاجه مش